صباح الخير يا رابع، إن شاء الله يا مس تكون أموركم كلياتها خير وصحة وسلامة. اليوم يا مس رح نحل التعبير صفحة 40. ضع كل كلمة مما بين القوسين في الفراغ المناسب لها. مر أمير. مين أمير؟ المؤمنين عمر رضي الله عنه بشيخ من مين؟ أهل الذمة. بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس، فقال عمر رضي الله عنه: ما أنصفناك، أخذنا منك فراغ في شبابك. شو أخذوا منه في شبابه؟ الجزية. ثم ضيعناك وين؟ في كبرك، فلك علينا حق أن نعطيك من إيش؟ من بيت مال المسلمين. طيب يا مس، السؤال الثاني: اكتب سؤالا مناسبا لكل إجابة مما يأتي مستخدما الكلمات الآتية. إحنا هون عنا إيش؟ في عنا هون كيف بدي أحكي لكم؟ يعني عندنا هون أدوات استفهام. طبعا ماذا نستخدمها لشو؟ للسبب، أو لا، بعتذر منكم، مثل هذيك لماذا. ماذا بستخدمها للسؤال عن الشيء؟ ماذا للسؤال عن الشيء؟ شوفوا الجواب: قرأ سليمان قصة عن القاضي الذكي إياس. بنحكي ماذا قرأ سليمان؟ ماذا قرأ سليمان؟ بنحكي هون بسألنا عن الإشي اللي قرأه سليمان. زار فؤاد جبل القلعة يوم الجمعة. متى؟ متى للسؤال عن شو؟ عن الزمن، للسؤال عن الزمن. متى زار فؤاد جبل القلعة؟ يوم الجمعة. نعم، أحب الأولاد اللعب بالثلج. هل؟ طبعا للسؤال الذي جوابه نعم أو لا. يعني بنحكي هل أحب الأولاد اللعب بالثلج؟ طيب مس، وصل المسافر إلى بيته متعبا، كيف؟ هنا بنسأل عن الإيش؟ نسأل عن الحال. كيف وصل المسافر إلى بيته؟ وصل متعبا. يستقبل الملك زواره في قصر رغدان. أين؟ طبعا أنا هم بسأل عن شو؟ عن المكان، إنه وين استقبلهم؟ أين استقبل الملك زواره؟ وين؟ في قصر رغدان. إذن هذا يا مس أسلوب الاستفهام، هذا هو يا مس أسلوب الاستفهام. عندي أداة استفهام، ولازم جملة الاستفهام زي ما إحنا متعودين تنتهي بعلامة السؤال. طبعا يا مس الحل انقلوه على كتابكم، وإن شاء الله يا مس بتكون أموركم تمام، وبشوفكم على خير.